في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، قام الجناح الصيني عرضا تعرف فيه الجمهور على رياضة تايتشي، وهو تمرين رياضي وكذلك فن قتالي يحمل الكثير من الفوائد للجسم والصحة النفسية. المزيد من التفاصيل في تقرير هاني موعد. كن قويا كالدب، سريعا كالظبي، ورشيقا كطائر الكراكي، هذا شعار الفن القتالي الصيني تايتشي، والذي تم عرضه في ساحة الجناح الصيني بالمعرض الدولي. إنه تمرين رياضي وفن قتالي من مقومات الثقافة الصينية القديمة، ويعني القوة القتالية المطلقة، ويحمل فوائد صحية جمع. تايتشي عبارة عن تدريب صيني رياضي قديم من أجل تحسين الصحة والقضاء على الأمراض، كما يعمل على تقوية جهاز المناعة والشفاء والدفاع عن النفس. في هذه الرياضة يكون التركيز ليس فقط على العضلات، إنما على الروح والطاقة الداخلية. فوفقا للفلسفة الصينية، فإن التايتشي تجعل طاقة الجسد تفيض وتعيد الانسجام بين الجسد والطبيعة من حوله. لهذا الفن والرياضة فوائد كثيرة للجميع، إذ تقوم بتقوية الجسم، ومن ناحية الطاقة فهي تساعد على تقليص نسب التوتر والقلق، ويعتمد ذلك على طريقة التدريب والقيام بشد الإطالة للجسم، كما تساعد على الاسترخاء والتخلص من كل الضغوط. هنا ومن أمام الجناح الصيني في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، تم عرض تدريبات لهذه الرياضة بقيادة المدرب محمد مغازي، الذي تعرف عليها وبدأ بممارستها في دبي قبل عامين، ليصبح لاحقا مدربا محترفا ومدركا لكل تفاصيلها. لباس هذه الرياضة كما ترون مريح جدا، ويساعدنا على التحرك بدون قيود، وهناك الكثير من التدريبات لهذه الرياضة. فمثلا هناك تدريب متعلق باستخدام اليد واستخدام السلاح، كما هناك الكثير من الأسلحة التي يتم استخدامها في هذه الرياضة مثل السيف. إكسبو 2020 دبي يقدم مساحة هامة لكل البلدان من أجل التعريف بثقافاتها القديمة والحديثة التي تجلب الفائدة للجميع. فتايتشي رياضة لا تكلف شيئا، لها فوائد كبيرة على صحة الجميع البدنية والنفسية.